يتصادف تاريخ 21 مارس كل عام مع يوم الأم، المناسبة التي كانت حديث السوشيال ميديا اليوم وعكست تفاعل الأبناء بأمهاتهم. وبالتأكيد الأمهات دائما يستحقون منا الاهتمام في كل يوم وساعة ودقيقة طول العمر، ولكن من المهم أن نفهم تفاصيل مهمة جدا في هذه العلاقة مع أهم شخصية في حياتنا. احتياجات هذه الإنسانة التي لا تحكيها، تشاركنا هذا الحوار دكتورة مها لايف كوتش طبعا في مجال الوعي والعلاقات العامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة مها، وكل عام وأنت بألف خير وكل الأمهات بألف خير. خلينا ناخذك في البداية وناخذ كلمتك لكل الأمهات بهذه المناسبة دكتورة. أهلا وسهلا فيكم أول شيء، وأنت بألف خير حبيبي. أحب أقول لكل الأمهات كل عام وأنت الحب، كل عام وأنت العطاء، كل عام وأنت نبض سعادة، كل عام وأنت عالم من حولك، كل عام وأنت مصدر إلهام، مصدر قوة، كل عام وأنت أكثر صلابة وحنانا في نفس الوقت، كل عام وأنت حضن أولادك الدافع. الله يخليك لهم ويخليهم لك بإذن الله. آمين يا رب. طيب بعيدا عن فكرة الاحتفال بيوم الأم، كيف يعني دكتورة نقدر نترجم هذا الارتباط العظيم بالأم في سلوكنا وتعاملنا على الدوام بعيدا عن الرمزية الجميلة لهذا اليوم؟ صحيح، هي احنا لو فكرنا فيها حتى من مبدأ كيف لما نحتفل بعيد ميلاد أحد نحتفل فيه في يوم، وبعدين يظل طول السنة معاملتنا تختلف ونفرح فيه في يوم، كذلك الأم يعني حلو البيج جيسترز، حلو الحركة الرمزية اليوم الورود والكيكات والبلالين، لكن هي جمالها جمال هذا الحب إنه يترجم بصورة يومية. إيش ممكن أقدم بصورة يومية تشغلنا الحياة؟ أمامنا كثير من العقبات كلنا، سواء روتين الحياة، انشغالاتنا، ربما حتى شخصياتنا وأساليب التواصل. يعني مش كلنا زي بعض، ما أقدر أغرق أمي أقول أنا أحبك مثلا، شخص ثاني يكون أكثر قدرة على التعبير، لكن أقول صحيح. ترجمت هذه المشاعر بصورة يومية، قد تكون في إني مريت في مثلا محل أمي مثلا أنا تحب الأبل باي، إذا رحت مثلا مكان ولقيت فطيرة التفاح أرسلت لها إياها كرمز وإشارة إنه أنا أتذكرك أو جيتي في بالي اليوم يا أمي. يعني هي كيف ممكن نترجم هذا الحب بأقل الأشياء، ورأس يعني المفتاح حق هذه الأشياء المبادرة، كيف أتذكرهم، كيف أحسسهم إن هم في بالي. صحيح أكيد دكتورة. طب كيف نقدر نقرأ تغير احتياجات الأم مع تقدم في العمر؟ يعني كيف نقدر نفهم هذه الشخصية اللي تعودت طول عمرها أنها تعطي أكثر من الأخذ؟ يعني نحن ننتظر طلبات الأمهات، ولكن في المقابل الأمهات لا يطلبون منا أي شيء. اللي لازم نفهمه كلنا إنه التقدم في السن يعني يسبب تغير، يعني تغيير جدا كبير على مش فقط الأم، طبعا على الأم والأب. لكن لو احنا نفكر فيه، مع كبر السن يصير عندي فقدان في الاستقلالية، يصير عندي مقابلة مع المجهول اللي ممكن يكون لا سمح الله تدهور في الصحة، يصبح الشخص سبحان الله يعني بعد ما كان أكثر صلابة، مصدر إشباع للإحتياجات، الناس تيجي عشان هو مصدر أمان أو هي مصدر أمان، أصبحت ترى نفسها في موضع احتياج، أصبحت ترى نفسها في موضع تبغى العطاء فيه. طيب ترى هذا تغير كبير، مش سهل لا على الوالدين، لا على الأم ولا على الأبناء، لأنه في تغير في الهوية. أصبح الإبن أو الإبنة بدل ما هم كانوا مستقبلين لهذه الرعاية وهذا الحب، صار عليهم تغير في الهوية إنه أنت الآن تعطي، أنت الآن مسؤول. صار في أكثر حساسية، أكثر رهافة عند الأم والأب ما تعودنا صحيح. عليها صحيح. فإيش نسوي؟ نستقرأ. يعني أنا أقول دائما استقراء الحاجات، ترى نبرة الصوت في بعض الأحيان دليل، تغير المعهود دليل، إيش الروتين اللي حاصل، أسأل عنهم، ما أنتظر. كثير من الأسئلة اللي تجيني خصوصا يعني في خصوصا الوالدين إنه يعني أنا ما يتواصلوا معايا، ما يقولوا. طب ليش ننتظر يقولوا؟ أبادر، أحاول، أبذل أصغر شيء ممكن أسويه اليوم إيش تجاههم، أقدمه لهم. هذه من باب الاستقراء، إنه أنا أقول زي إيش، خطوتين قدام قبل ما أنتظر إنه هم يتعبوا أو يطلبوا مني.
هذا الاحتياج. جميل، يمكن اليوم هي مناسبة نحاول نستغلها ونستفيد منها أيضا في توجيه الرسالة للجميع، للكبار، للشباب، للصغار أيضا، كيف ممكن يتعاملوا مع الاختلاف بدون خلاف حين يتعلق الأمر بالأمهات. والله رسالة عامة وجدا مهمة، وأقولها بناء على التجارب لي في أسئلة كثيرة تجيني للأسف إنه يحسبوها من باب الوعي، إنه أنا أصبحت علاقتي بالوالدين أو أمي توكسيك، كيف أقدر أقطعها من حياتي؟ لا لا يا جماعة، مهما اختلفت أساليب التواصل، مهما اختلفت الثقافات، مهما تغير الزمن وإحنا حاسينهم هم ورا، ما زالوا في النهاية أم، ما زال في النهاية أب. لما نيجي نقدم لهم نبغى نكون أكثر هدوءاً. الآن أصبحت الاحتياجات غير، مستحيل يجي تيجي الأم وتقول أعطوني قدموا لي. طيب الآن ليش محوري أغيرهم؟ كثير من الناس تركيزها تغير أمها وأبوها، كيف حيتغيروا؟ لكن أجي أقول خلي عندنا وعي في اختيار المعارك، بلاش حروب السلطة أو فرض التغيير، خليك أكثر صبراً، أكثر رقة، أكثر حباً، أكثر احتواء، هذا اللي يحتاجوه. هم كانوا مصدر احتواء وحماية، الآن إحنا دورنا شوية شوية وبالمعقول، معليش من باب الوعي إني أقدم علما إن هم أعطوني وقدموا لي ما قدم لهم، فهم قدموا أفضل ما وجدوا. طب إحنا إذا تعلمنا أفضل ليش ما نقدم الأفضل؟ ويكفي الإنسان سبحان الله فخر إنه أنا لما أعطي، بالذات بر الوالدين بر الأم يرد لي مرتين، يعني مرة في حياتي ومرة في الدار الآخرة، فهذا لوحده كفاية إنه يخليني أكثر حكمة وأكثر صبراً وأكثر هدوءاً وأكثر حناناً معاهم. أكيد طبعاً، شكراً لك دكتورة مها، وشكراً لكل الأمهات في كل أنحاء العالم، دمتم لنا بخير والله يخليكم يا رب ويحفظكم لنا يا رب ويرحم من توفى منهم. شكراً لك. اللهم آمين. العفو حبيبتي، شكراً لاستضافتي. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.